الزنانة. لا يا با هادي حمامة خلصت الحرب. الحمد لك يا رب. أمنية الناس ينتهي هالحرب ونرجع نعيش زي زمان ونحكي ونقول كان يا مكان. حبيت أوصل الرسالة تبعتي بطريقة حلوة عشان أفهم الأولاد الوضع اللي إحنا بنعيش فيه، وحبيت تعايش أنا وياهم وخليهم يطلعوا كل الطاقة السلبية اللي جواهم بالطريقة الإيجابية اللي أنتم شايفينها. إيش بيجي عبالهم أو إيش بيصير عندنا بغزة من أوضاع بفسرها بطريقة كوميدية بطريقة شعر. الألعاب إحنا بنروح والطشاك بترد بالروح. يابا في صوت للزنانة. لا يابا هادي حمامة. أنا كأب بصراحة بعاني كتير ومش قادر أستوعب الحياة والحرب اللي إحنا بنعيش فيها هذه. فبالك طفل صغير مش فاهم، فجأة فيش مدرسة، المدرسة سكن فيها ناس نازحين حرب، ناس بيجي من غزة، حياة غريبة جدا، حلم تجويع تهجير إبادة، إيش رهيب جدا. طفل صواريخ، يعني أنت بتحكي في إشي كبير على طفل إنه يستوعبه. أخذ شنطة فيها حاجتنا، يوم الجمعة أحلى يوم، اجتماع العيلة والكون، على الألعاب إحنا بنروح والطشاش بترد الروح. رسالة العالم إنه إحنا، أنا بدي إياهم يتفرجوا ويحسوا يعرفوا إنه في أطفال في غزة، أجي عليهم رمضان وأجي عليهم عيد وأجي عليهم شغلات بيستنوا فيها السنة، يعني الصيف اللي هي إجازة الصيف. فأنتم متخيلين إن يجي عليهم الأشياء هذه؟ ما فيش، ومش ما فيش بس ولا حاجة من الأجواء هذه، وحرب وما فيش أكل وما فيش غذاء، ما فيش مبيت، ما فيش ولا حاجة. رغم هيك الأطفال موجودين، فلازم يعني لازم تسمعوهم، تعرفوا إنه في أمل في غزة. يابا في صوت للزنانة. لا يابا هادي حمامة خلصت الحرب. الحمد لله يا رب.